يا من لما قاصدنا وحبنا دعوة سلانا داعيه وقبلنا بصفنا كنا على ساقة علي لك لحم لبية عنا عزاك الديجنة وطراف شربنا وعصبنا للراس والمحزن وجنبية يا من لما قاصدنا وحبنا دا وصلنا داعيه وتقولنا بصفين يكينا على سكت علي لك لهم لبيه أقول بسم الله الرحمن الهادي المنان الذي أنزل القرآن وجعل فيه الهدى والنور والبرهان والصلاة والسلام على النبي الهاشمي العدنان سيد خلق الله أجمعين صلوا عليه وسلموا جميعا يا من سروا اللهم صلوا وسلم على نبينا محمد. لا يخفى على جمعكم الغالي ومقامكم العالي أننا تلقينا شرف دعوة كريمة من قبل أخونا وصديقنا وذرع جنبنا وعصابة روسنا حسين بن علي الفارسي أبو سنة ألفينا على شرف هذه الدعوة ملبين على ساقة أخونا وصديقنا وظلنا من حفاوة الشموس علي بن مهدلي أنا وهذا الصف اللي تشوفون من في معيتنا من حسن بن علي الجبيري وعلي عمر الجبيري وحسن العثاثي ما عليكم زود هم في قبائل المجاورة اللي تشوفون من شواجر وغيرهم ملبين للدعوة وردادة للوفاء ومشاركين للفرح ومهنين للعريس ونقول لهما أن بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير الله يبني بيتك يا سنة ويجعل بيت الصيب والنصيب أنا لك يا أبو سنة جهدنا ولا زهدنا 10,000 ريال 5,000 ريال مقدمة من الصف اللي تشوف وخمسة من أخوك وصديقه علي بن مهدلي الفارسي وكذلك هديتين جوفيتين فضة تزهاك وتزهى ابنه واحدة لك والثانية لابنه تقدمت المطاليق خدمة أخدمهم بالكلام وأدرى عنهم الملام وأقول صغير القوم خادمهم لو أن الليالي إشحاع صغير القوم من يخدم كبير القوم من دمه وأنا لجل الخوي بسعى مدام العقل باقي صح أسوق الساق والماجوب لجل أشيل من همه وأقول أنا خوي اللي على شدة صبوب ماني خوي الهاملة والخاسي شامخ ولي قصر من العز عمور يخسار دي النفس يقرب راسي أشوم نفسي عم داخل القصوب اللي تبنى دون طيب الساسي شاعر ولي عزيم كما عزم النمو ولي لابتن يفخر بهم نوماسي قومي بني فارس مقادم الحشوب يطلب لهم راسي معه وجاسي يوم المعارك عدونا يرجع دبور نغشاه بالهمة وقوة الباسي واللي يعادينا نورد هالقبور لو ما حجند الروم لح الراسي علمنا وقصدنا ومرادنا وسلامة الجميع وانتم ضيفين من انتم ضيوف الله يحييكم لا الصف ولا علي مهدلي ولا على ساقتكم جميعا مرحبا لك لا بالعتودي ولا بالعسادي ولا بالشاجري ولا على كل من على ساقتكم الله يحييكم تفضلوا حياكم الله ارحم الله يبقيكم ارحم حياكم الله تفضلوا حياكم الله مرحبا